أهم التطورات في العراق والعالم نتابعها بدقيقتين. إطلاق نار يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق في الكوتة. انطلاق أعمال الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية. ملاعب ألمانيا تحتضن 4 مباريات اليوم ضمن بطولة أممي أوروبا. انقطع التيار الكهربائي عن مناطق عدة في مدينة الكوت مركز محافظة واسط بفعل عيارات نارية. وأفاد مراسل يو تي في بأن إطلاق نار تخريبية أدى إلى قطع أسلاك رئيسية لأبراج أكثر من محطة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق. أعلنت الدفاع المدني إخماد حريقاً اندلع داخل مخزنين للمناديل الورقية في منطقة عويريد جنوبية بغداد. وقالت المديريات إنها أنقذت 8 مخازن مجاورة للمخزنين المحترقين، مشيرة إلى أن أوضاع المخازن مخالفة لشروط السلامة. سجلت السلطات في إقليم كردستان فقدان 1 مليون شجرة خلال العام الحالي جراء الحرائق، وأدى تكرار الحرائق مع اشتداد درجات الحرارة إلى تراجع المساحات الخضراء في عموم البلاد، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدتها الأسواق والمحال التجارية والمشاريع العامة والخاصة. أعلنت وزارة الإعمار انطلاق العمل في أول مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية في بغداد. وذكرت الوزارة أن المشروع يشمل مجسرين وجسراً على نهر دجلة بمحاذاة الصرافية، بالإضافة إلى توسعة الطريق الرابط بين جسر الصرافية وتقاطع الشالجية. تقام 4 مباريات مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، وقد انطلقت في هذه الأثناء مباراة بين هولندا والنمسا وأخرى بين فرنسا وبولندا، بينما يلتقي في 10 بتوقيت بغداد منتخبا إنجلترا وسلوفينيا وكذلك الدنمارك وصربيا. المزيد تابعوا منصة يو تي في على مواقع التواصل الاجتماعي.